أمانتنا وسيدنا نطلبكم من الآن الانتباه إلى عرض تجهيزات النجدة والخاصة بهذه الطائرة. يشرح لكم ضيف الطائران كيفية غلق الطريق وفتح أحزمتكم الأمنية. إليكم الآن كيفية استعمال صيدلية الإنقاذ الموجودة تحت مقاعدكم. لا تنفخ هذه الصيدلية إلا عند خروجكم من الطائرة، وهذا بالسحب على الطرفين أو بواسطة الأنبوبين. نشرح لكم الآن كيفية استعمال أقنعة الأكسجين عند انخفاض الضغط. تسقط الأقنعة أمامكم. في هذه الحالة اجذبوا على القناع وثبتوا على الأنف والفم بوسطة المطب. لهذه الطائرة جميع المخارج معينة بوضوح. هناك أربعة أبواب، اثنان في الأمام اثنان في وراء وأربعة مخارج على مستوى الأجنحة. تجدون داخل جيب المقعد الملق قابل لكم ملخص إشادة ما نطلب منكم اطلاع عليه جيدا. نشكركم على حسن انتباهكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. سيداتي سادتي انا على صباحكم بكل خير. انت الحين انت لكم سفر ممتع. كم زي سي بونجور بيان بونس كومونون ديكولوجي مينونس انا غاب باش كابيك لو بيسيت فور تيك اوف تيكيت.